السياسة 2011-2022 أي تقريبا 11 سنة من الانتقال الديمقراطي. الدار هي في رادس ورقم العداد من منزل بوزلفة، ويقول لك الانتقال الديمقراطي، الانتقال من رادس إلى منزل بوزلفة، هذا هو الانتقال الديمقراطي يعني. وهو كذلك انتقال من لندن المونبليزير البارد، وانتقال أيضا من المنيهنة القرطاج. انتقال ديمقراطي انتقال معاه الحديث على الأموال والمليارات من المعاملات الاقتصادية وأرقام الميزانية والمالية العمومية، إلى الحديث على أموال السياسة والتمويلات الحزبية والأموال المختلسة والمنهوبة، وهي أموال وأرقام. لا أعرف الأرقام بالضبط، ولكن الخيالية. هو لو كان جيت في لا تعرف الأرقام كهو، والأرقام وحدها لا تعرفها تتعدى، أما لا علينا. هو مأجور. أرقام خيالية من قبيل ما قيل أنها أموال منهوبة حسب ورد في تقرير الراحل عبد الفتاح عمر. كانوا وقتها 13500 دينار، هذا عام 2012، 13500 مليار. لا أعرف الأرقام بالضبط، ولكن الخيالية. هذاك الله أعلم مشى من الأول، كان 460، بعد 457، ومن بعد 70، ومن بعد 40، ومن بعد 2، ومن بعد شلا شيء مشى. أموال يقال أيضا أنها للشعب وستعود للشعب وفق مرسوم منتظر للصلح الجزائي. الصلح الجزائي ما يكون كان مع الشعب، مع شعب تونسي. الصلح الجزائي أيضا حتى بالنسبة إلى الأموال التي تم اختلاسها والتنكيل بالشعب بعد 2011 إلى غاية الإصدار هذا المرسوم. والحديث هنا على أنه أكثر متورط يمشي الأفقر معتمدية يعمل فيها مشاريع، والمشاريع تعود للملك، ملك الدولة، مش ملكه، مش فلوسه، هو سرق، ومش يقول لي بشي استثمر، هو باش يرجع فلوس الشعب. طبعا ما غير ما نذكر أنه الأرقام غير دقيقة، وأنه القائمة متاع 460 رجل أعمال فيهم اللي سوى وضعيته مع القضاء، وفيهم اللي سوى وضعيته مع الدنيا أصلا، وفما اللي فلس واللي هرب، وفما اللي في الحبس بحكم قضائي. وممكن إن شاء الله نأمل، نتمنى، نرجو، نحلم أنه 460 ولا غيرهم من وأنا حتى اللي نشتم عليه رائحة الإثراء ما يقعدش معي. فشكون يقصد سيادته يحكي في المطلق، ولا فشكون كان معه وخرجت؟ خرجت حكاية أنه ولا من الأثرياء. المهم قلت أنه إن شاء الله ونتمنى ونرجو ونأمل ونحلم أنه عدد اللي إذا جنحوا للسلم فجنح له يكون كبير، وإلا فإنه مشروع سيادته الكل يتحول من لا أعرف الأرقام بالضبط، ولكن الخيالية، إلى مشروع من أفلام الخيال العلمي، سيتي دي لا سيونس فيكسيون، ويولي حلال مرسى على القضاء لأنه رفض قانون الصلح الجزائي، ما عنده حتى قيمة، ويولي تعنتنا على لأمك صنافة وعلى لفامية وغيرهم مؤسسات المالية الدولية بلا فايدة. وزيد احنا وفي انتظار معجزات الصلح الجزائي لازمنا حلول لتعبئة الموارد المالية للدولة، وحاجتنا كبيرة القرض من لفامية اللي منتظر أنه نتفقوا معاه. وزيرة مالية حق تحضر بلان بي وبلان سي وبلان دي، هي كانت زميلتي في الوزارة وننصحها بهذا، وماذا بها من توا تحط في بالها لازم تحضر بلان بي، خاطر بلان ا مش يمشي. مال سي الفاضل عبد الكافي لا صلح ولا قروض، باهي نرجعوا مال الفلوس القديمه متاع القروض والهبات اللي ديما يقول عليها سيادته. اين ذهبت تلك الاموال التي نستمع اليها في نشرات الاخبار ولا نجد لها اثرا في خزائن الدوله؟ نتصور سي الفاضل هذوما كان رجعوا من محويجه تعاون. الان رئيس الدوله يطلب في تدقيق الحقيقه تضيع وقت بالنسبه لي، مرة أخرى اكتشاف لكيفاش الدولة تسير، خطر ينجم يعيط لسيدة وزيرة المالية وسيد محافظ البنك المركزي تو يفسروا له بالتدقيق كيفاش تسير، خطر هما الناس اللي يعطيوه في الأموال هذية راهي بنوك عالمية ومنظمات مالية عالمية ودول، وما نتصورش اللي الدول هذوما ولا المنظمات هذية يعني ما تعرفش الفلوس وين مشات. تو سي الفاضل عبد الكافي تنجموا تزيدوا له القائمة نتاع لي أي اسم البلاد، شبيك راه بعد ما كان وبجرد قلم أنا نعاود نقولها تونس نجم تتبدل. وليت الهو بجرد قلم، ايش قاعدين نعملوا؟ قاعدين نهدوا في تونس. صحيح وحد ما ينكر انه عشنا من 2011 في كوارث متاع سوء تصرف وتسيير وشبهات فساد، وفي تحكم اللوبيات في مصير البلاد، وفي تدخل الاموال المشبوهه في الحياه السياسيه وفي تمويل الاحزاب، كيف ما اتهمت هيئه الدفاع عن الشهيدين بلايد الابراهيمي حركه النهضه حسب رضا الرداوي انه راس الغنوشي امواله مشبوهه. الاموال اللي قاعده تضخ في الانتخابات وقاعده تضخ في الجمعيات الموالية الإسلام السياسي وقاعدة تضخ في الحياة السياسية وتضخ في الوسائل الإعلام، اليوم عطينا عينة، جبنا عينة، قلنا تدل على أنه تدفقات مالية رهيبة كبيرة. واو يا لها من مفاجأة، صح النوم قالت عبير موسي. رحتوا قاموا جيبوا قلب جمعية النامات، وجماعة عجبوني أنا، هذا منافقي كل العصور. يا شفتوا
والحق يختار عكس هذا هيدي. قالوا الغنوش عنده علاقة بالاختيالات وجه السعي يا ومرات بحانتي الحكاية هيدي يزوم التوفيق. طبعا عزيزي المستمع، بعد ما سمعت ارقام الوضع الاقتصادي والفساد المالي وقصر نظر الحاكمين الجدد، ما نحبكش تقول يا شفتش قال باش انا ما نقولكش كما قالت عبير يا تلتفي. والحاكمين الجدد راهو اهمالكم وتقصيركم في الاهتمام بالمشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه مضره لكم وللبلاد. ها قلت لكم من توا باش بعد ما تقولوش بالحق والروحي نقول ما تستغربش من الفشل الجديد ومن التبريرات، لأنه كان نقول العكس تقول لي عبير يا ومرات بحانتي الحكاية هذه يزوم التوفيق.